بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي إن إحنا نضيف صورة، والصورة دي عبارة عن زخارف سواء كانت زخارف إسلامية أو أي زخارف، ونحول الصورة دي لخطوط ممكن التعديل عليها في برنامج الأوتوكاد. إحنا هنضيف الصورة عن طريق راستر تولز. راستر تولز دي إضافة من الإضافات اللي بتضاف على برنامج الأوتوكاد بعد ما إحنا نحمله، تمام؟ طيب أنا عندي راستر تولز هنا، وبعدين عندي انزرت. انا هدوس على انزرت بالشكل ده كده، وهاجي اختار صورة من الصور دي. انا عندي اكتر من صورة زي ما شايفين كده، ممكن نختار الصورة دي كده الاول ونقول له اوبن، وبعدين هنخلي الاعدادات دي زي ما هي، وبعدين نيكست نيكست فينش. ادي الصورة نزلت. احنا اتعلمنا قبل كده ازاي ان احنا نشيل الخلفية البيضة دي. طيب هنشيلها ازاي؟ هنتعلم تاني عن طريق هنا بروسيس ايمج. عندي ايديت فيها بروسيس ايمج، بفتح السهم ده كده، بختار تشينج كولر ديت، تمام، وبختار اول واحدة بايتونال او بكتب بي من الكيبورد، تمام، بدوس عليها بالشكل ده كده. وبعدين اروح على كلين اب هنا، بفتح السهم واختار انفرت. خلاص كده الخلفية عندي اتشالت. هلاقي بقى هنا ايه؟ ان الخطوط دي ما اقدرش ان انا احددها، تمام؟ طيب انا عايزه احولها لخطوط ممكن ان انا اعدل عليها في برنامج الاوتوكاد. اعمل الكلام ده ازاي؟ بروح على فلورز هنا اهي، بفتح السهم ده كده وبختار بولي لاين فلور، تمام؟ هاجي بقى احدد الخطوط بتاعتنا. هاجي ادوس في اي مكان هنا، مثلا بدايه الخط ده كده، تمام؟ هنلاحظ ايه؟ اهو شايفين هو عمل لي خطوط بولي لاين باللون الازرق اهي، حدد لي الشكل اهو باللون الازرق زي ما احنا شايفين كده من غير ما انا ارسمها. طيب هنشوفها مع بعض. هاجي ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين بيمين الماوس تاني انتر، ادي الخطوط اتحددت لي. طبعا هنا زي ما شايفين تقاطع الخطوط هنا زي ما شايفين مش مظبوطه، ممكن انا اعمل اكسبلود للخطوط واظبط بقى بعد كده. هنعمل نفس الكلام للشكل اللي جوه. هاجي اقول له فلورز، وبعدين ادوس في اي مكان هنا، اهو عمل لي خطوط زي ما احنا شايفين كده، بيسهل لي ان انا اعدل عليها بعد كده. بدوس بيمين الماوس انتر، بعدين انتر اهي. ممكن بقى ان انا اعمل زي ما قلت لكم اكسبلود، اي اكس بي اكسبلود اهي بقى كل خط لوحده، واجي مثلا اعمل فيلت، عملها لي ظبطها لي. نفس الكلام هنا فيلت اف اهي. ممكن بقى اشيك على الخطوط كلها اشوفها مظبوطه ولا لا، اهي شايفين حتى هنا من غير ما اعمل اكسبلود ممكن انا اعملها. ادي الخطوط اهي شايفين اهي، انا كده ظبطتها. هنا مثلا الخط مش مستقيم، هاجي اعمله مستقيم، ادوس على اف 8 اهو شايفين، ارسم خط كده واجي اقول له فيلت واشيل الخط ده. طبعا هنا كده مش هعرف اشيل الخط ده، لازم في الحاله دي اعمل اكسبلود اهو واشيل الخط. انا كده نزلت صوره وعرفت ازاي ان انا احول الخطوط بتاعتها لخطوط ممكن ان انا استخدمها في برنامج الاوتوكاد. هنيجي نضيف صورة تانية. هاجي افتح فايل جديد، وبرده هنا انزرت، واختار صورة تانية مثلا فيها دوائر مثلا الصورة دي كده، واجي اقول له اوبن، تمام، نيكست نيكست فينش اهي. الخطوط اللي متحددة دي هي اللي هتبقى الرسمة بتاعتنا، هي متحددة باسود غامق بالشكل ده كده. هاجي اقول له بروس ايمج، بعدين تشينج كولر، وبعدين بايتونال، وبعدين كلين اب انفرت اهي، تمام. في الحاله دي بقى انا هستخدم ايه؟ هاجي استخدم هنا في فلورز، هفتحها بالشكل ده كده وهختار الكونتور فلور، تمام، هاجي ادوس عليها بالشكل ده كده، وادوس في اي مكان هنا مثلا في الجزء ده كده، شايفين حددت دي ازاي اهو، وبعدين ادوس انتر انتر.
طبعا احنا ممكن نظبطها بعد كده، بنعملها كيرفات مش مشكله، اهم حاجه ان هو حولها لي لخطوط. طيب هاجي تاني اهو واختار مثلا هنا دي، شايفين حددها لي اهي، واجي اقول له انتر بعدين انتر، نفس الكلام دي. يبقى الرسمه عندي موجوده، بعد كده باجي اعدل عليها، بدل ما انا ارسم الخطوط بتاعتها ادي الرسمه موجوده عندي، ممكن بقى بعد كده اعدل عليها واظبطها زي ما انا عايزه. احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نضيف صوره فيها زخارف، والزخارف دي حولناها لخطوط ممكن ان احنا نستخدمها في برنامج الاوتوكاد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.